شو عاملة؟ بغير. ليه ما سألتني؟ ليه ما ساعدتني؟ يي؟ هلا يومين بقول لك ساعدني. من أنا صار عندي 12 إيفال كل جمعة. والله مشينا عم لك تقرا بس مش أكثر. ما فينا. قول أول شيء، ألو ما تسكر بليز. مشينا عم بقول إشي عم استقني بس. اسمعني لازم تصدقني. خفف سقانة. خفف سقانة. كيف بدك بالطريقة بدي أقوي. لو مش دايما سقانة 24 على 24 حلو شوية جدية مش معقول شو صاير كمان. شو طالع عمان 8 ساعات أنا شو عم هيبي. قد ما عم برتاح عم هيبي. بلا سقانة. بدي أحكي. ليك ليه ما بتعمليها غنية؟ هيو هيو انت انت شانتال يلا باي. ليه ما بتعمليها غنية؟ احلى شي بشانتال شو؟ كيف بدك تفللها هيك؟ والله العظيم والله العظيم قلت انا بدي امرق بدي الاقيها عم تتمسخر. يا اخي الله هذا التخفيق تعال نعمل ايفال شو رايك نحضر ايفال انا وياك انا ايفال اليوم بعد شوف تنين اليوم تنين اليوم ايش اليوم واحد 30 تنين اليوم تنين اليوم 30 30 هالشهر 30 ولا 31 يا بيسو ثلاثين لكن احنا تشرين الثاني اه 30 شهر 11 30 هالشهر راس السنة هالسنة هلا 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 والله العظيم ليش مفكر انا بطلع والله العظيم هلا مفكر هلا انا مفكر ليك ليش مفكر انا بطلع راس السنة يلا تانو زاتانو سيالا ولعت شعلت شعلت نار يلا هوبا والله العظيم انا شو ترارارات ترارا ورا با 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 لازم تفكروا يعني شو رايك